طب ايه رايك بقى في الجهاز دوت؟ الجهاز دوت 17 بوصه كور اي 7. ايوه هاخد الاحمر بكيف. اللاب توب ده تديه لسارينا، وانا هروح بقى عند الدكتوره نعمة. بسرعه كده يا كيتي. مش بسرعه ولا حاجه، قبل ما سارينا يصحى بس يا خالتي. ليه يا بنتي؟ واحنا طاردينك ولا انت سارقه سريقه؟ ده انت بنتي وربنا يعلم. معلش يا خالتي، سيبينا نمشي والنبي دلوقتي. طب استني واشوف الهديه الجامده اللي انت جايباها دي. سيبك من الهديه والكلام التافه ده، ابنك كان هيروح فيها. الحمد لله ربنا نجاه. وانت مالك وماله؟ هو البرشام كان بتاعك ولا انت اللي حرقتيه بيع البرشام؟ اللاب توب ده يا خالتي مش عشان الافراج، ده عشان الكليه بتاعته. ابنك في كليه صعبه قوي ولازم يركز، والصراحه بقى صاحب بالين كداب. يعني عايزه تفهميني انه هيعرف انك مشيتي ويقولوا عليكم السلام؟ ما انت دريانه بسارين، مش هسيب مكان اللي يدور عليكي فيه. طب وانا اعمل له ايه يعني؟ بصراحه بقى يا خالتي ابنك فاضل له خطوه ويبقى باشمهندس قد الدنيا، واللاب توب ده هيساعده على التركيز وعلى المذاكره كمان. من يوم ما عرفتك وانا بحبك يا كيتي، وشك فيه حاجه حلوه. انت طيبه وبنت حلال وجدعه. انا لو امك كنت هزعل على غيابك طول عمري، ومش كفاية. تزعل ايه بس يا خالتي؟ انا مش فاكرة حاجة خالص. وسلمي على سارينا، خلي بالك من نفسك والنبي. انتي كمان خلي بالك من نفسك، وهتوحشيني قوي. يا مدام حصل لك حاجة؟ يا مدام يا فندم. ضايق ضايق. يا نهار اسود. اه ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا اسف يا شيخ، خضتيني عليكي، افتكرت حصل لك حاجة. انت كويسة؟ لا ضايق. طب تعالي هاتي ايدك، هاتي ايدك. انا ضايقة قوي، انا اسفة، انا بجد ما كانش قصدي اخبطك بالعربية خالص. يا ستي ولا يهمك، بتحصل عادي كل يوم يعني. يا نهار ابيض، ده انا خبطت لك العربيه خالص. خبطتي لي ايه بس؟ دي مجرد تريحه، ده خربوش. على فكره انت اللي اتضريتي اكتر مني. لا 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 انا اسفه، انا لازم اوديك للسمكري بتاعي، انا اعرف سمكري كويس قوي وانا هتحمل كل التكاليف. سمكري ايه بس؟ ما انا كمان عندي سمكري يا ستي. والله ما في مشكله، دي حاجه بسيطه جدا. لا من فضلك عشان ما احسش بالذنب، اديني رقم تليفونك وتاخد رقم تليفوني وانا هبعتك عند السمكري بتاعي، هو هيصلح لك اللي انا عملته ده. قول لي بقى رقم تليفونك كام؟ وانا بقى المفروض افضل مستنيك طول اليوم؟ طب وايه يعني يا اخويا؟ ما تستنى ان شاء الله، تستنى عمرك كله. كنت عايز ايه؟ خد اللاب بتاعك، انا مش عايزه. وانت امك بقى يا حليتها قالت لك اللي يجيب لك هديه ترجعها له؟ في فرق يا كيتي ما بين الهديه والشفقه، ولو افترضنا ان دي هديه فانا مش هعرف ارد ثمنها. خلاص لما يجي لك فلوس وبديني ثمن. ما انت عارفه يا كيتي انها على قد، يا دوب مصاريف الكليه والبيت. ما تهدى هات كده وتقول هديه، ما تصلي على النبي امال، هو في فرق بيننا؟ انت هبل ياه. متشكرين يا ستي. ماشي انا همشي بقى عشان ما اتاخرش على الدكتور. ماشي سلم على امك. يوسف
بصي بقى، انا اتبنيتك زمان عشان انا ما بخلفش، واستحملتك كتير لما كنت بتهربي من عندي وتروحي عند قبلة منال، واديكي اهو لا قعدتي عند قبلة منال ولا قعدتي عندي. قولي لي يا كيتي، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه تقعدي عندي ولا عند منال؟ انا عايزه امشي عشان اتخنقت. كيتي انا لسه ما خلصتش كلامي. عارفه كلامك وحافظه حته حته، تحب اسمعه لك دلوقتي؟ ولما انت مش طايقاني كده اللي جابك؟ جيت عشان اقعد معاكي، افتكرتك بقى هتكبري دماغك بقى من الكلام اللي هو بتاع جبتك من الملجأ وربيتك ورعيتك والكلام ده. انا تعبت، ولو مش عايزه تشوفيني تاني ومش عايزه اقعد معاكي مش هتشوفي وشي في حياتك. انا مش عايزاكي يا كيتي، ده انا بتمنى التراب اللي بتمشي عليه. ده انتي بنتي، انتي اللي مش راضيه، انتي اللي مش عايزه، انتي ناسيه ان ياما جيتلك عند منال، ناسيه انك ليل ونهار بتهربي مني وانا بجري وراكي وبلف وراكي لما تعبت. انا ما بقتش صغيره يا كيتي، انا اصلا متدمره من يوم جوزي ما مات. ما تكمليش عليا، البيت وحش من غيرك، وحش قوي قوي قوي. طب وربنا لا تسكتي، اسكتي بقى، حقك عليا والنبي انا هاجي معاكي، خلاص مش هسيبك ابدا، بس انت بقى مستحمليني. هستحملك يا حبيبتي، هستحملك. ألو؟ ألو، إزيك؟ أنا حلا. حلا؟ اللي خبطت لك عربيتك. أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً يا فندم. أنا كنت بتصل عشان أشكرك قوي على ذوقك، ويعني واحد غيرك كان ممكن يعمل لي محضر وسين وجيم. يا فندم ده أنا اللي بشكرك على التليفون الرقيق ده، يعني الناس ما بقتش بتعمل كده خالص دلوقتي. بس انا لسه عند وعدي، انا ممكن ابعت لك حد يصلح لك عربيتك. لا لا لا، ما تشغليش بالك خالص، انا ظبطت الدنيا، عملت اللازم. طيب اوكي، انا اتشرفت قوي بمعرفه واحد متحضر زيك. يا فندم ده انا اللي مبسوط اكتر والله، ده انا ليا الشرف. طيب تسمح لي ابقى اتصل اطمن عليك من وقت للتاني؟ طبعا، ده حضرتك تتصلي في اي وقت، تحت امرك. اوكي باي. باي باي. قوي يا أمني.
مالك يا يحيى؟ تعبان؟ مخنوق، مخنوق قوي. انت امبارح طول الليل عملت نزعة جنبي، كنت قلقان عليك قوي يا يحيى. هو امبارح بس؟ كل يوم، كل يوم بصحى على نفس الكابوس، حد بيجري ورايا وبيحاول يقتلني، بس ما بعرفش اعرف منه، وما بعرفش هو مين. نفسي اعرف هو مين يا نسمة. كل يوم، كل يوم، كل يوم بشوف الكابوس ده. تعبان يا ونسا، خليكي جنبي. أنا جنبك يا حبيبي، أنا جنبك. ما تسيبيني، ما أقدرش أسيبك، بس بقى بس عشان خاطري. صداع. للأسف زي ما توقعت. هنتصرف ازاي دلوقتي؟ تحب تبلغه انت؟ تحب تبلغه انت؟ انا؟ ايوه، امال هنقول لمدام حلا؟ لا 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 لا، انا هتصرف. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت من فضلك، انا دماغي وجعاني قوي، محتاج يعني حاجه تظبط دماغي. صداع يعني؟ لا، هو مش صداع بالظبط، يعني هي حاجه شبه كده، بس انا دماغي وجعاني قوي. طيب اجيب لحضرتك برشام صداع ولا تحب فوار ولا اي نوع تاني؟ لا، هو برشام للصداع يعني مش هيعمل حاجه معايا، مش هياكل معايا خالص. طيب اجيب لك فوار؟ لا، ولا فوار الصراحه، يعني انا انا عاوز ترامادول. نعم، انا مستعد ادفع دبل السعر او تريبل اللي انت عايزه. ما عندناش الترامادول ده، جدول مخدرات. ايوه، ما انا عارف، بس اتفضل حضرتك من هنا. والله حضرتك هدفع لك كل اللي انت عاوزه. حضرتك اتفضل من هنا. فضل. ماشي، اوكي، اتفضل.
صفوت. تشرب قهوة؟ لا لا مش قادر. انت وراك شغل ولا خلصت؟ ما عنديش حاجة. مروحتش ليه طيب؟ انت شكلك ما نمتش اصلا. ما عملش حاجة غير ان انا بنام. يا بختك، انا نفسي انام ومش عارف. عايز تقول ايه؟ لا حاسك عرقان بس شوية. دي واضح انها غالبا اعراض لنفومة. لنفومة ايه؟ احنا لسه ما تأكدناش من اي حاجة. طب ودرجة حرارتي العالية والأعراض اللي بتجيلي وحالتك اللي انت داخل بيها دي؟ صفات، انا عارف انا عندي ايه، بس زي ما قلت لك قبل كده انا مش عايز حالة تعرف اي حاجة خالص عن الموضوع ده. حاضر مهما حصل، بس لازم نكمل بقية الفحوصات والتحاليل إن شاء الله. ها؟ اتأخرت كده ليه؟ ما تأخرتش ولا حاجة، ده مسافة السكة. توريني جبت إيه؟ اطلع اطلع. إيه ده؟ نص شريط؟ عامل بيه إيه؟ مش هيكفيني. سليني انا باخد شريط او شريطين في اليوم. يا اخي كنت جبت لي كميه كرتونه وانا كنت هدفع لك اللي انت عايزه، بس ما تسيبنيش كده. يحيى باشا انا كنت هروح في داهيه وكنت هلبس سابقه بسبب الهباب ده، ومن ساعتها وانا واخد عهد على نفسي ان انا مش هرجع له تاني، ورجعت لما شفتك تعبان. طب 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 سلينا، بص هقول لك على حاجه. قول لي انت بتجيب منين وانا هروح لهم. اصل انا اتصلت بكل الناس اللي انا اعرفهم وقالوا لي مفيش النهارده. والله العظيم ما هتلاقي نص حبايه في البلد. سلينا ما تسيبنيش كده، انا عمري ما اتخليت عنك. عيب يا يحيى باشا، انا معاك. انا عارف انت بتبص لي ازاي، انت بتبص لي على اني مدمن، لكن لا، الحكايه عندي اكبر من كده بكتير. سليم انا لازم افضل صاحي طول الوقت، طالما دول هو الحاجه الوحيده اللي بتخليني صاحي. انا لو اقدر ما نمشي العمر كله كنت عملت كده، عشان خاطر الموت اللي بيلف حواليا مش عاوز يواجهني، رايح جاي عليا مش عاوز يسيبني. يا سليم يحيى باشا، انا عايز بس حضرتك تمسك نفسك بالنص الشريط ده، وانا والله العظيم اوعدك ان انا هتصرف. اعمل بيه ايه؟ رد! اوعى! بقولك ايه؟ ما تيجي نسافر لنا يومين.
هتسافر؟ يعني نغير جو شويه، بقالنا كتير ما سافرناش مع بعض. ليه؟ ما احنا لسه مسافرين السنه اللي فاتت. ياه، للدرجه دي؟ للدرجه دي يعني ايه؟ انت بس فاجئتني. طب خلاص، هو كان اقتراح، لو مش عايزه تمام يعني. لا خلاص مش مشكله، سافر. طيب يا ستي، هو اوعدك ان هم هيبقوا يومين عمرك ما تنسيهم في حياتك. غريبه، انت طول عمرك بتستثقل السفر، ايه اللي غيرك كده؟ انت يا ست اللي غيرتيني، مش عارف، بس حاسس ان احنا لازم نقرب من بعض اكتر لحد ما تزهقي مني يا ستي. انا عمري ما زهق منك يا انس، انا بحبك وعارف ان انا تعبك معايا. كان نفسي توقفي عند بحبك بس. انت ليه مصمم تصعب عليا؟ انا عارف ان انا غلبتك وتعبتك معايا، بس انا بتحكتش عليك. انت اتجوزتني وانت عارف ان انا معقده وعندي مشاكل، وانت اللي اصريت ان احنا نتجوز مع انك عارف ان انا لا ام ولا عيله، وعارف كمان ان انا ما كنتش دكتوره زيك، انا كنت يا دوبك ممرضه شاطره وخلاص. مش فاهم ايه لازمته الكلام ده يا حل. لاني قربت اتجنن يا انس. ليه يا حبيبتي بتقولي كده؟ انا بقول الكلام اللي انت مكسوف تقولهولي. يا ستي انا اشتكيت لك من غير ما تشتكي، انا حاسه وفاهمه. كفايه ان انت مستحمل مشاكلي، مره امي ضايعه، مرة عمي بيسرقني، وعندي مشاكل قد كده، والله أعلم إيه اللي جاي كمان. وانتي لو فاهمة إن أنا مش حاسس بيكي تبقى غلطانة. أمك دي أمي، يعني زي ما أنت زعلان عليها أنا كمان زعلان عليها، ممكن يكون أكتر منك كمان. ما تنسيش إن أنا من غير أب ومن غير أم ومن غير عيلة، عشان كده كان نفسي عيلتي تكبر وتزيد. كل شوية أقول لك تعالي نخلف تاني، تقولي لا لسه شوية. حالا انا بعمل المفروض اعمله. نفسي اعمل لكم حياتكم. انا بحبك يا انس، ربنا يخليك لي. يلا، لا من هيك. ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ يلا يلا امشي بقى، امشي امشي. مش انتي اماني؟ يلا اماني، يلا اتفضلي يا امي. ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله الله الله. ايه يا ست، انت تقف تتفرجي علينا ما تحشيها. انت ضايقتها، انت اصلا ضايقتها، عيب كده. ضايقتها في ايه بس؟ ده رديتها فلوس رميتها في وش. اوعى تصرخ، فاهم؟ اوعى تصرخ، انا ممكن اضيع مستقبلك، ارفدك من المدرسه، عيب كده، خليك مؤدب. مدرسه. طيب اتكلي على الله يا حاجه. يلا نمشي بقى، يلا بس، يلا بقى، انت سيب ايدها بقى. يوه اوي، يلا 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 نمشي، يلا نمشي. Thank you.
عادي خلاص خلاص زعلش.